أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة كالعادة أصدقائي، دائما مع الجديد والحصري. لأول مرة يشاهد محتوانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس لتصله كل جديد. قبل ما نبدأ في أخبار لليوم، فقط حبيت نلمح أنه فما ناس زواولة ياسر في هالبلاد، وما أكثرهم يمشي للسبيطار ويبدأ حاشم وخايف من الطبيب لا يعيط عليه ويبدأ يختار في الكلام. في مركز الأمن جايب أوراقه ويديه ترعش ويبتسم في وجه العونة كأنه شاد عليها عصاب. في الإدارة يتعثر في خطواته ويجري من بيرو لبيرو خايف، خايف من الكلام المرزي، من السخرية، من الطرد من برا، غادي شبيك نفخان في الوجه وين يمشي يعطيه بظهورهم ويطفوه. المواطن الزوالي هذا في باله هذيك هي الدنيا وهذاك القانون. المواطن المسكين اللي ما عندوش أكتاف وما عندوش واسطة ولا فلوس وما هوش عارف اللي عنده الحق في قضية حاجته بدون نظرة علوية ولا خطاب تخويفي، عندها الحق في الاستقبال الحسن وفي المعلومة. خذوا بخاطر الزواولة، تبسموا في وجوههم، تواضعوا لهم. الناس تعبة، تعبة من البحث عن كتف، عن معارف، عن ابتسامة في الوجه، عن مكلفة بخدمة، خدمة الناس شرف وأمانة ووسام. وما هذه الحياة إلا مواقف وراهي فانية، وما يبقى كان الأثر الطيب، ولا تبقى فلوس ولا جاه ولا سلطة ولا منصب. كلامي هذا موجه للناس اللي تخدم في الإدارات وتخدم في أماكن حساسة وجها لوجه هي والمواطن. نتعداو لأخبارنا لليوم. ماذا يحصل في باردو؟ وزير الداخلية يتحمل المسؤولية كاملة. إذا قام منذ قليل عدد من الشبان بإلقاء الحجارة على ملعب باردو، وما أثار حالة من الرعب في صفوف الجماهير الرياضية واللاعبين والأطفال والعائلات التي تواكب بعض النشاطات الرياضية. كما هرع أصحاب المحلات القريبة للإطمئنان على واجهات محلاتهم الخارجية وسياراتهم الرابضة. وحصل كل هذا في ظل غياب الدورية الأمنية في باردو، والتي أرسلت سيارة وحيدة بعون واحد بعد أكثر من 15 دقيقة من الحادث، وهرب الأطفال الصغار يتبعون جماهير نادي رياضي منافس والذين بثوا الرعب في صفوف جهة باردو وأربكوا الوضع هناك. واستغرب مراقبون من ضعف أداء بعض الأمنيين على مستوى مجالس نواب الشعب وبعض الأماكن، وحمل مراقبون المسؤولية الكاملة لوزير الداخلية لأي تدهور أمني على مستوى الأمن في محيط مجلس النواب الشعب. وأكد مراقبون أن الوضع الأمني في تونس غير مستقر، خصوصا في عدد من واجهات الجنوب، وشددوا على أهمية حماية المؤسسات الحساسة في كامل تراب البلاد من خطر الإرهاب. نمر للخبر الموالي. إذن إعفاءات تطال، مندوبيين جهويين بوزارة الأسرة والمرأة. إذن يقتضي قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعفي أحمد قليم مستشار المصالح العمومية من مهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسوسة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كما تم إعفاء إصلاح حيدري أستاذ أول مميز درجة استثنائية من مهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بباجة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. نمر للخبر الموالي. إذن المدير العام للديوانة يدعو لليقظة بالمناطق الحدودية الصحراوية في إطار متابعة سير العمل بمختلف المصالح الديوانية. أدى المدير العام للديوانة فجر اليوم رفقة ثلة من إطارات الديوانة زيارة تفقدية غير معلنة للمصالح الديوانية بمعبري حزوة وتمغزة، حيث اطلع على قرب على ظروف سير العمل بهما، وحث الضباط وأعوان على مواصلة الجهود لحسن تأمين عمليات المراقبة وتسهيل الإجراءات الديوانية. ثم تحول إلى مقر المكتب الجهوي للديوانة بتوزر وأوسى بتسهيل الخدمات الديوانية الموجهة للمتعاملين مع أحكام المراقبة. إضافة إلى ذلك قام بزيارة فرقة الحرس الديواني بتوزر، حيث اطلع على نتائج العمل خلال الفترة المنقضية من سنة 2024، ودعا إلى مواصلة اليقظة خاصة بالمناطق الحدودية الصحراوية ومزيد تطوير أساليب العمل للتصدي إلى مختلف أشكال التهريب لحماية اقتصاد الوطن.
نمر للخبر الموالي. قرابة 4 مليون تونسي مصاب بارتفاع ضغط الدم. كشف رئيس الجمعية التونسية للأمراض وجراحة القلب والشرايين سالم بن سالم اليوم الصباح من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم باتباع حمية غذائية دون اللجوء إلى تعاطي الأدوية. وأفاد بن سالم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ما يقارب 4 ملايين من الكهول في تونس مصابون بارتفاع ضغط الدم، منهم ما يقارب النصف يعلمون بإصابتهم والنصف الآخر لا يعلمون بمرضهم. وأوضح أنه يمكن الحديث عن ارتفاع ضغط الدم عندما يصل إلى 130/80 مليمتر، مؤكدا مليمتر زنبقي، مؤكد وجوب متابعة ارتفاع ضغط الدم عند طبيب العائلة لتشخيصه إن كان مرضا أو مجرد عارض. إن شاء الله ربي يشفيكم ويشفينا الناس الكل. نمر للخبر الموالي. رئيس جامعة القضاة يعترف بالهزيمة في صفوفه. إذا قال أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن معركة الاستقلال القضاء هي أهم معركة داعية إلى تداركها قبل فوات الأوان. وقال الحامدي في كلمة ألقاها إذا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إذا وأضاف أقول كما قلت في السابق وأكرر أن سقوط القضاء المستقل هو استهداف لنا جميعا، استهداف للمحامين الشريك في إقامة العدل، وهو استهداف للنقابين والصحفيين والإعلاميين وللسياسيين ولرجال الأعمال. وأضاف قال هناك نقل يومية للقضاة بمذكرات العمل، أحصينا منذ أكثر من شهر 105 مذكرة عمل، وخلال الأسبوعين هناك قرابة 20 مذكرة عمل، ترقيات عزل لقضاة، تنحية عن المسؤوليات، استبعاد ونقل. نمر للخبر الموالي. حجز سلاح كلاشنكوف وذخيرة حية، السلطة ترفض بث الصور وتقدم روايتها. شوف الموضوع ذي بأكثر تفاصيل. إذن عثر بإحدى غابات الزيتين بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين على سلاح ناري من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة ومخزنين معبئين وحربة تحت التراب. وفق ما نقلته وات عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش، فقد رجح أن يكون السلاح مخبأ منذ مدة لا تقل عن شهر. ووفقا للمصادر المصدر ذاته فإن صاحب غابة الزيتون كان يقوم بأعمال تنظيف وأبلغ السلطة قبل أن يتحول وكيل الجمهورية على عين المكان للمعاينة ومتابعة عملية تمشيط قامت بها فرق مختصة للمكان دون أن تصفر عن العثور على أي أسلحة أخرى، فيما قامت الشرطة بالتثبت من الذخيرة. وأوضح وكيل الجمهورية أن الشرطة العدلية تعهدت بمواصلة الأبحاث وتعهدت فرق مختصة أنياب ومتفجرات بتوسيع عملية التمشيط دون أن يتم الاحتفاظ بأي شخص حسب ما نقلت. ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على سلاح بغابة الزيتون، فقد تكررت العملية أكثر من مرة خصوصا بجهة بن قردان إثر الأحداث الإرهابية التي شهدتها الولاية سنة 2016. إذن أصدقائي المدة هذه الكل قاعدين نعملوا في إحصائيات شاملة وواسعة باش نشوفوا من سينتخب الرئيس قيس سعيد ل5 سنوات أخرى. نحب الناس الكل تشارك في هذا الإحصاء، تعمل لايك للفيديو وتكتب شكرا أحسنت شكرا واصل بالنسبة إذا تحب شنتخب الرئيس قيس سعيد، وإلا تفضل الرئيس قيس سعيد لمواصلة المشوار لقيادة البلاد. فقط ما عليك كان تعمل لايك للفيديو هذا وتكتب أحسنت شكرا أو شكرا واصل تحت الفيديو هذا. شكرا على المتابعة والاهتمام، لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة. تحياتي للجميع، شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في موعد آخر.